خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف الدكتوره ميسون قطب، عميد كليه الفنون التطبيقيه بجامعه حلوان. اهلا بيكي، بنصبح على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المستمعين كلهم. دكتوره ميسون، وضح لنا طبيعه المسابقه، يعني مين الدول المشاركه، ايه هي مجالات التنافس، وطلابنا المصريين قدروا ان هم ياخدوا مراكز عامله ازاي؟ الحمد لله، دي مسابقة دولية بتقام دايما على مستوى الوطن العربي، احنا بنشارك فيها للعام السادس على التوالي. بتنظمها طبعا أرب ستار باك لبنان. بتبقى فرصة جميلة للولاد ان هم يحتكوا بتصميماتهم، طبعا يحتكوا بالدول العربية المختلفة المشاركة في المسابقة. كم دولة يا دكتورة؟ الايه؟ كم دولة مشاركة؟ احنا الدول العربية المشاركة 9 دول عربية، والدول الأجنبية اللي بتبقى مشاركة في المسابقة الدولية بقى اللي هي على مستوى العالم بيبقوا حوالي 45 دولة. الأعمال المتميزة بتشارك على مستوى الدول العالم كلها بصفة عامة. احنا يمكن فزنا الحمد لله للعام السادس على التوالي في مسابقة أرب لبنان دي، يعني الحمد لله. بتبقى المسابقة دي طبعا متاحة في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة، في مجال التصميم البنائي شكل العبوة والباكجينج كفورم خارجي، إلى جانب طبعا حفظ الطعام. هما دول الثلاث مجالات اللي بتنظم فيها المسابقة سنوية. طب أنا أفهم من كده إن في حاجة اسمها انترناشونال ستار باك مثلا، يعني يعني زي ما بقول لحضرتك، هي الأساسي إنها الانترناشونال ستار باك طبعا، وبعدين في اللي هي اللي على مستوى الدول العربية اللي هي أرب ستار باك. إيه الأول؟ يعني مثلا هل بتدخلوا مسابقة الأرب ستار باك العربية بعد كده بتروحوا انترناشونال ولا العكس؟ لا، يعني إحنا العكس، يعني إحنا دايما بيبقى العربية الأول وبعدين بنخش بعد كده بقى الدولية. طبعا تصميمات الفايزة بترشح للمسابقه الدوليه، وبيبتدوا برضو على مستوى العالم بقى. يعني احنا الجميل ان احنا كنا في الاول طبعا هي ابتدت بعدد الدول العربيه قليل، ابتدينا نزيد لغايه ما وصلنا دلوقتي 9 دول عربيه. والحمد لله الفايزين بقى بيتصعدوا بعد كده للانترناشونال. احنا كام طالب من كليه اعلام شارك يا فندم؟ احنا من كليه فنون في حوالي يمكن اكتر من 20 طالب، فاز منهم 5، ده من كليتنا. لكن طبعا زي ما قلت هي على مستوى الدول العربيه بالكامل، فكل كليات الفنون وكل كليات التصميم والفنون التطبيقيه على مستوى الدول العربيه كانوا مشاركين حوالي 800 طالب. فطبعا فرصه المنافسه كبيره جدا طبعا، وخدنا فيها الحمد لله يعني مركز اول في والثاني في التصميم الجرافيكي، الثاني والثالث مكرر في التصميم الجرافيكي، والاول والثاني في التصميم العبوي. طب احكي لنا عن المشاريع دي كانت عامله ازاي، يعني طلبتنا المصريين ازاي تميزوا، بغض النظر عن المسميات احنا عملنا ايه، ابهرنا اللجان ازاي؟ طبعا الحمد لله، يمكن احنا مجال التصميم التغليف موجود، يعني تصميم او موجود كبرنامج دراسي مميز قوي عندنا في كليه فنون تطبيقيه من خلال قسمين علميين بيدرسوا القسم التخصص ده، قسم الطباعه والنشر والتغليف وقسم الاعلان. دول قسمين عندنا معنيين بتصميم العبوه، وهم اللي يعني خلال سنوات الدراسه بنركز قوي على التصميم ده. يمكن احنا ككليه فنون تطبيقيه أقدم كليات الفنون في مصر وفي الوطن العربي، بنحتفل السنة دي بمرور 184 سنة على إنشاء الكلية، فنعتبر إحنا أساس فكرة التغليف وفكرة تصميم التغليف في مصر كلها وفي الوطن العربي الحمد لله. فيمكن ده طبعا مدينا تميز بفضل أساتذتنا طبعا المميزين، وهنا بشكر طبعا أستاذ دكتور نجوى العدوي وأستاذ بقسم الإعلان، وأستاذ دكتور راندا درويش أستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف، ودكتورة داليا محسن مدرس بقسم الإعلان. طبعا مجهودهم وشغلهم طبعا كان ظاهر جدا. احنا ما بتيجي أي مسابقة بندخلها ضمن السياق المقرر الدراسي بحيث يبقى في متابعة مستمرة للولاد خلال الترم. بس الحمد لله طبعا من خلال مقررات التغليف ابتدينا نتابع الولاد ونشترك ونشرف على شغلهم الحمد لله لغايه ما فازوا. طلابنا مختلفين مميزين، دايما اقول لهم طلاب فنون تطبيقيه حاجه ثانيه خالص، يعني مبدعين بالظبط. انا عايزه اتكلم على فكره الابداع بقى يا فندم، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على التغليف بشكل عام، هل وهم بينقوا المشروع بتاعهم او يعني بيقوموا بتغليف المنتج، هل بيقوموا بعمل نوع من انواع البراندنج على التغليف طبعاً. ده طب احكي لنا اكتر. طبعا احنا من ضمن شروط المسابقه ان يكون المنتج اللي بنعمله تغليف منتج
عربي اصيل في البلد اللي هي اللي قايمه بالتصميم. حلو يعني ده قوي. من مصر بنبتدي نختار منتجات مصريه ونبتدي نفكر لها في اعاده تصميم منتجات متواجده بالفعل موجوده بالفعل وبنسوق لمنتج مصري بتاعنا، مش جايبه شركه اجنبيه وبعمل لها البراندنج بتاعتها، لا بركز قوي على المنتج المصري وبنبتدي ندرس فيه كل حاجه. دراسه طبعا تسويقيه، بنشوف الفئه المستهدفه بتاعته، الكاتيجوري بتاعتها بتتراوح من ايه لايه، الشرايح المستهدفه اللي انا حابه ان انا ابقى معنيه بالدراسه، طبيعه التصميم، الايتمز المصريه والعناصر المصريه اللي انا حابه ااكد عليها في التصميم، بحيث التصميم في النهايه يعكس الهويه المصريه ويأكد على فكره الهويه المصريه. هو ده اهم حاجه المسابقه بتحرص عليها، ان انا احل مشكله فعليه موجوده في منتج مصري. والله يا ريت يعني يكون بيعكس الهويه المصريه. النهارده لما بننزل التجمع ولا بننزل اي حي راقي بنلاقي كل اسماء المحلات باللغه الانجليزيه. هل عكس بالفعل، رغم ان القانون بيمنع ده بالمناسبه لكن ده لا يتم تطبيقه، هل عكس بالفعل الهويه المصريه؟ هل شفنا حروف عربيه؟ هل شفنا شكل مصري في القصه؟ معلش سامع كويس مره تانية بسال، ازاي عكس الهويه المصريه يا دكتور؟ طبعا يعني زي ما حضرتك، يعني احنا في خلال دراستنا حريصين ان احنا بنقرر نعمل اي تصميم في اي مجال دراسه عندنا ان احنا الهويه المصريه دي مؤكده جدا، بحيث اما انزل منتج في السوق واشوفه في الارفف في المحلات في السوبر ماركت كده، ازاي يبقى فيه صله قرابه كده وفي توافق وفي تالف ما بين المنتج ده وما بين المستهلك او المتلقي المستهدف بشراء المنتج ده. فدي يمكن من الحاجات اللي بناكد عليها وبنبقى حريصين عليها، ودي شرط اساسي من شروط المسابقه. فالولاد الحمد لله بيبتدوا يدرسوا الهويه، انا المنتج بتاعي ايه، اكل شرب استخدامه مثلا برفيوم، استخدام عصير، ان هو تمور، ايا كان المنتج بتاعنا، فان انا ازاي اعبر ايه العناصر والموتيفات اللي انا اعبر من خلالها على الهويه المصريه. احنا عندنا في الحقيقه تاكد لي شكل المنتج وتاكد لي البراندنج بتاعت المنتج برضه، دي نقطه مهمه. احنا عندنا في المجال ده يا فندم مبدعين مصريين كتير جدا. يمكن انا كان ليا الشرف ان انا اتعاملت كتير قوي مع خليني اقول الكرييتيفز او المبدعين من شبابنا، وشفت قد ايه الافكار ملهاش حدود وقد ايه ممكن يوصلوا بينا بجد للعالميه واكتر كمان لو استعنا بيهم حقيقي في كل الديزاينز بتاعتنا او البراندز بتاعتنا. وحلو ان احنا بنبتدي من سن صغير من شبابنا في الجامعه، عشان بعد كده اول ما يتخرجوا هيلاقوا طبعا شغل بسهوله، هيبتدوا يطبقوا افكارهم اللي هم ابتدوا بالفعل يطبقوه على ارض الواقع، وكل ده هنشوفه. فاحنا مبسوطين قوي بيكم، بنبارك لكم الف الف مبروك. نشكرك مره ثانيه دكتوره ميسون قطبه عميد كليه الفنون التطبيقيه بجامعه حلوان. شكرا ليك يا فندم.